أكيد كل واحد فينا لما بيدعي ربنا بيتمنى دعاءه يكون أرجى للقبول، لذلك نأخذ بأسباب الإجابة زي الوضوء، استقبال القبلة، تحري أوقات الإجابة. لكن هناك سبب خطير جدا، قوي جدا، مؤثر جدا في قبول الدعاء، وللأسف كتير منا بيغفل عنه، وهو كمال الفقر وكمال الذل وكمال المسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي يتأمل في أدعية السلف يجد المعنى ده ظاهر جدا في أدعيتهم، فقرهم، ذلهم، مسكنتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي يتأمل في أدعية السلف يشعر بالفرق الكبير بين أحوالنا في الدعاء وأحوالهم في الدعاء. فانظر إلى هذا التضرع من أحدهم وهو يقول: اللهم إني أسألك بعزك مع ذلي إلا رحمتني، وأسألك بقوتك مع ضعفي، وبغنائك مع فقري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عينه، وذل لك قلبه، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار. وهذا أعرابي تعلق يوما بأستار الكعبة فقال هذا الدعاء الجميل: اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتقرب إلي بالنعم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد فإن شاء بفضله عفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. ثم تأمل في هذا الابتهال الراقي من أحدهم وهو يقول: رب كم نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي ذنوبي. وتأمل في هذا الابتهال والتضرع والفقر والمسكنة من أحدهم وهو يقول: إلهي إلهي، لو أردت إهانتي لما هديتني، ولو أردت فضيحتي لما سترتني، فمتعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني، يا أرحم الراحمين، يا حليم، يا عظيم، يا كريم، أنا المذنب المصر، أنا الجريء الذي لا أقلع، أنا المتمادي الذي لا أستحي. هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق، فعجل إغاثتي وفرجي، وأرني آثار رحمتك، وأذقني برد عفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. فتأمل في أدعيتهم الجميلة وكيف كانوا في فقر وذل ومسكنة، فالله الله في حسن الطلب وحسن الثناء على الله عند الدعاء، والله الله في كمال الفقر والذل والمسكنة عند الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فاللهم ألهمنا رشدنا وتقبل دعاءنا. دعوتك يا من يجيب الدعاء، ويا من له يسجد الأقوياء،
ويا من برحمته يستجيب ليرفع عني الأذى والبلاء، لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء.